بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. لو سلام بكم في الجزء الثالث الخاص بالبلومنج ماتريكس. الجزء ده خاص بالووتر فيتشرز والسوينج بولز. الجزء ده من اهم الاجزاء، ويمكن هتستمتع وانت بتتفرج على الشرح والمحاضرات بتاعتنا الخاصة بالجزء بتاع الووتر فيتشرز وبتاعت حمامات السباحة، واللي هي بنستعرض فيها الانواع المختلفة من حمامات السباحة والووتر فيتشرز المختلفة، زي النوافير وزي الجاكوزي وزي الليزي ريفر والووتر سلايد او اللي هي الاكوا بارك اللي انت بتشوفها عندك في الغردقة مثلا او في شرم الشيخ او غيرها من القرى السياحية. فالحاجات ده هي بتتصمم ازاي، او الحاجات ده هي بتشتغل ازاي على الاقل، فدي باذن الله هنتعرف عليها في الجزء ده. ده من يمكن الجزء الخاص بالسومنج بول او الووتر فيتشرز بصفه عامه من الاجزاء المحببه ليا بشكل كبير، علشان كده افردنا لها في البلامنج ماتريكس يعني قدر كبير جدا، سواء كان من الشرح الخاص بالانظمه نفسها اللي بتشغل الجزء ده من البلامنج اللي هو الجزء الخاص بالووتر فيتشر. والحاجه الثانيه ان افرادنا برضو عدد من المشاريع، هتلاقي على كل تطبيق من التطبيقات اللي احنا ناخدها سواء كان حمام سباحة سواء كان جاكوزي ووتر سلايد او غيرها من التطبيقات، فهتلاقي دايما في مشروع هنصمم مع بعض ونشوف ازاي ان احنا بنعمل حسابات بتاعتها، وحضرنا اكسل شيتس تقدر ان هي تصمم الموضوع ده بسهولة كبيرة جدا. لو عرفت تتعامل مع الاكسل شيت يبقى انت كده على قدر كبير جدا من اللي هو الديزاين الخاص بالنوع ده من الابليكيشن. بالنسبة لي اللي هي البولز والووتر فيتشرز، لو اتكلمنا عن المحتوى بتاع الجزء ده فاحنا قسمناه لحوالي 6 حاجات. اول حاجة اللي هي بتتكلم عن الحمامات السباحة، هنعرف ايه هي حمامات السباحة وايه هي التايبس المختلفة بتاعت الحمامات السباحة، وايه هنعرف اللي هي الكومبوننت اللي بيحتويها حمام السباحة علشان خاطر اعمل الفلتريشن اللازم او اعمل عملية المعالجة اللازمة للمياه الخاصة بحمام السباحة، سواء كان للتخلص من الشوائب او التخلص من البكتيريا الموجودة عندي في جسم الحمام نفسه، علشان خاطر ما يحصلش انتقال للعدوى او انتقال من مرض من سباح لسباح تاني جوه الحمام بتاع السباحة. فبإذن الله في الجزء بتاع سويمنج بول ده يعني هتلاقي فيه انواع كتير جدا من حمامات السباحة والمكونات الخاصة بحمامات السباحة واللي هي المنظومة بتاع التريتمنت اللي احنا بنستخدمها. بعد كده في الجزء الثاني اللي هو خاص بالجاكوزي، الجاكوزي او الهوت تب اللي هو بنستخدمه في عملية الريلاكسيشن، ان احنا عملية الاسترخاء. الجاكوزي ما هو الا اشبه بحمام سباحة بس مصغر. حمام سباحة انت بتقدر تعوم فيه تقدر تقف فيه تمام، لكن الجاكوزي يدوب انت ايه بتدخل في الجاكوزي بتقعد فيه، بيبقى في اماكن مخصصة للناس اللي بتنزل في الجاكوزي، فبيبقى لها مكان بتقعد فيه. وبعد كده بيبقى فيه جيتس تمام، بيبقى فيه الجيتات دهيت اللي هي بتستخدم ان هي بتدي بابلز بالهواء بضغط معين تمام، او فقاعات اللي هي بتاعت المية مع المختلطة بالهواء، فدي اللي هي بتعمل عملية المساج للجسم في بعض المناطق، ودي اللي هي بتدي عملية الاسترخاء. ودرجة الحرارة بتاعت المية نفسها بتاعت الجاكوزي بتبقى اعلى من درجة حرارة المية اللي هي موجودة عند في السومنج بول، علشان برضو تدي اللي هي نوع من انواع الاسترخاء او ريلاكسيشن داخل الجاكوزي. هنتعرف برضو على الجاكوزي والانواع المختلفة بتاعته، سواء كانت اللي هي البري كاست او اللي هي الحاجات المصنعة او الجاهزة، او الحاجات التانية اللي هي بتتبني بقى من فروم سكراتش اللي هي بتتبني من الكونكريت. بعد كده هنتكلم عن الووتر سلايد او اللي هي الحاجات اللي هي الزلاجات بتاعت الزلاجات المائية او الالعاب المائية بصفة عامة. الالعاب المائية يعني ان جنرال هي عبارة عن مجموعة من المواسير ومجموعة من الوصلات
بيتم تركيبها وفقا لسبيشاليست، تمام، يبقى هو اللي بيبقى مصمم اللعبة ان هي الغرض منها مثلا انك مثلا تطلع للدور وليكن الثالث او الخامس وتنزل بعد كده في انبوبة وتنزل في حمام سباحة، او ان هي مخصصة للاطفال مثلا، بتحتوي اللي هي على اكتر من لعبة، في مثلا اللي هي الباكت او بيبقى في جردل كده بيتملي مية وبيرمي المية ده بعد مدة زمنية، لما بيتملي تعدي تلاقي فيه مثلا شلال، تعدي فيها تلاقي تيوب مثلا خاصة بالكيدز، تمام. الحاجات دي هي التصميم نفسه بتاع اللعبة، تمام، التصميم نفسه بتاع اللعبة ده بيبقى باي سبيشاليست او باي اللي هو الكونسلتنت الخاص بالحاجة ده هي، وهو اللي بيصممها وفقا لحسابات بتاعته، وفقا لمثلا اللي هي السيكنس بتاع الووتر فيلم او اللي هي طبقة المية اللي هي بتدي عملية الانزلاق وانت نازل مثلا في بايب او نازل في تيوب داخل فيها عشان تنزل على حمام السباحة. لكن تغذية المية نفسها، يبقى تغذية المية نفسها عشان تشغل اللعبة، تمام، التصميم نفسه بتاع حمام السباحة اللي حوالين اللعبة، يبقى ده المفروض انت هتتعلمه في الجزء بتاعنا ده. وازاي كمان ان انت تقدر انك تعمل سيليكشن لألعاب مختلفة، تمام، من كتالوجات من سبيشاليست، وكل لعبة بيبقى كاتب قصادها ان هو محتاج مثلا قد ايه فلو علشان يشغل اللعبة دهيت، وبالداتا دهيت نقدر ان احنا نصمم الطلمبات الخاصة بتشغيل الووتر سلايد او اللي هي الالعاب بتاعت الاكوا بارك. بعد كده بيبقى في عندي الابليكيشن الرابع اللي هو الليزي ريفر، تمام. الليزي ريفر ده بيبقى عبارة عن نهر اصطناعي كده، بيبقى معمول في برضو اللي هي الاكوا بارك، او بيبقى معمول في اللي هي القرى السياحية. فالليزي ريفر ده بيبقى نهر بطول معين، ممكن يبقى 100 متر، ممكن يبقى 200، معاك ممكن يبقى 700 متر، ايا كان بقى الطول بتاعه. وبيبقى فيه بروبيلر او طلمبات دفع اللي هي بتدي الحركة او الفلو نفسه بتاع النهر، بتدي حركة النهر نفسها. وبعد كده بيبقى برضو الليزي ريفر ده بيحتوي على وسائل خاصة بعملية المعالجة بتاعة المية والفلترة علشان خاطر تفضل المية نقية، وانك تقدر تنزل في النهر ده وتستمتع بالمياه الموجودة فيه. لو في مثلا شلال انت بتعد عليه، يعني بيدي ايه برضو شكل جمالي وبيدي استمتاع اكتر بيه اللي هو الليزي ريفر. هنتعرف برضو ازاي ان احنا بنصمم الليزي ريفر، وده التصميم بتاعه خد بالك ده مش هتلاقيه في كود، هو القصة كلها ان هي بتبقى برضو باي سبيشاليست اللي هي الحركة بتاعت الريفر نفسها او الفلو بتاع الريفر. كنا عملنا كونتاكت مع بعض السبلاير او مع بعض الشركات المتخصصة في الليزي ريفر، واديناهم ديزاين خاص بالليزي ريفر ده، وادانا بي كيو كاملة بعملية الاكيومنت اللي هي هتغذي معي المنظومة دهيت، هنصممها بإذن الله مع بعض ونبدأ نفرش الليزي ريفر مع بعض ونشوف ازاي ان احنا نصمم ابليكيشن بالشكل ده. بعد كده في عندي اللي هو الووتر بوند او اللي هي البرك بتاعت المية، تمام. البرك بتاعت المية انت يعني لو عندك مساحة ارض مثلا حوالين البيت ممكن تعمل فيها القصة بتاعت الووتر بوند، بتبقى عملية مش مكلفة ابدا. في منها وسائل بانك او وسائل خاصة بعملية الفلترة وعملية انك مثلا تعمل شلال او حاجة زي كده، بتبقى اكيومنت ممكن تبقى جاهزة بتجيبها على طول تشتريها من على موقع معين مثلا او من سبلاير معين، وبيبدأ هنا ايه يورد لك الحاجة دهيت وبتركب الحاجة دهيت وبتشتغل معك اللي هي الووتر بوند نفسها. وفي حاجة تانية ان انت بتجيب اللي هي الاكيومنت المختلفة زي الفلاتر الطلمبات، تمام، الحاجة الخاصة بالشلال مثلا، يبقى هنا وانت ايه بتبدأ تركبها عندك في السايت علشان خاطر تشغل بيها اللي هي الووتر بوند، تمام. فدي برضو يعني من ضمن الابليكيشن اللي هي البسيطة اللي هنشوفها مع بعض، تمام، وازاي ان هي بتتعمل. بعد كده الابليكيشن الاخير او السادس اللي معانا اللي هو ايه اللي هو الفاونتنز او النوافير، تمام. النوافير في منها انواع كتير جدا وفي منها اشكال يعني لا تعد ولا تحصى، طبعا من اللي هي النوافير بتختلف باختلاف طبعا النوزل واللي هي الحركة نفسها بتاعت الفاونتن، تمام.
فهتلاقي مثلا فاونتن بيطلع وليكن منها جت مثلا ارتفاعه مثلا 3 متر 4 متر لفوق بعرض مثلا كذا، تلاقي مثلا حاجة تانية عاملة زي شبه الكورة، تمام؟ هتلاقي مثلا فاونتن ديت على شكل مثلا حنفية اللي هي تا فاونتن، تمام؟ الحاجات ديت بتتصمم ازاي بقى الفاونتن نفسها، ازاي ان انا اصمم النافورة بالنسبة للفاونتن، تمام؟ برضو هنا مفيش يعني كود يعني ذكر بالتفصيل اللي هي التصميمات الخاصة بالفاونتن، ما عدا طبعا اللي هو الكود بتاع الاسبي، لكن الكود بتاع الاسبي ده اللي هو الامريكان سوسايتي بلامبنج انجينيرنج، فهو ذكر القصه بتاعت الفاونتن دهيت يعني بشكل مبسط. كان في الاديشن القديمه تقريبا، كان الاديشن رقم اللي هو بتاع سنه 2000، جه لما عمل تحديثات الاسبي دوت مثلا بتاع 2013، معظم الشابتر اللي هو كان ذاكره والتفاصيل اللي كان ذاكرها في الفاونتن لغاها وقص الشابتر تماما، يعني المعلومات اللي فيه ان جنرال ومش بتستخدم في اي حاجه. الفاونتن المصدر الوحيد اللي لقيته اللي هو منظم بقى المعلومات بتاعته بشكل كامل والتصميم الخاص به ان هو فيه بشكل منسق وشكل جميل جدا، جايد او ديزاين جايد اسمه فاونتن بيبل، تمام؟ الفاونتن بيبل دوت من اهم المصادر اللي بتستخدم في تصميم النوافير. هنعرض منه بعض الداتا اللي هي ذكرت منه واخدين منه حاجات كتير جدا في التصميم بتاعنا داخل ايه، داخل البرزنتيشن او داخل البرنامج بتاعنا. نبدا الاول بالجزء اللي هو خاص بالسومنج بول. برضو الجزء بتاع السويمنج بول ده في حوالي 9 حاجات او 9 نقط هنتكلم فيها ونتناقش فيها. اول حاجة اللي هي النظرة التاريخية، السويمنج بول ده هل هو اختراع بتاع النهاردة ولا ده معروف او متعرف عليه من زمان؟ فهتلاقي او تكتشف ان السويمنج بول ده معروف من ايام الفراعنة ومن ايام اليونانيين القدامى، تمام؟ ان هو كانوا بيعملوا فعليا حمامات سباحة بدرجة معينة من اللي هي التريتمنت المقبولة بالنسبة لهم، لان ما كانش طبعا في عندهم فلاتر ولا اللي هي الاكيومنت المتوفرة في الوقت الحالي، والوسائل اللي كانوا بيستخدموها عشان يوفروا المية اللي هي حمامات السباحة المختلفة بتاعة اليونانيين او الفراعنة. بعد كده هنتعرف على الانواع المختلفة من السويمنج بول. بعد كده هنتكلم عن اللي هي البول تريتمنت بلانت اكيومنت اللي هي المعدات الخاصة بعملية المعالجة للمياه بتاعة الحمامات السباحة. بعد كده هنتكلم عن البول بايبنج. انا دلوقتي مثلا عندي البايب اللي هي متوفرة عندي في حمام السباحة اللي هي مجموعة المواسير الوصلات اللي هي الفالفز اللي بتتحكم في الكميات بتاعة المية والدايركشن بتاع المية لعملية المعالجة الخاصة بمياه الحمام السباحة. بعد كده عندي اللي هو البول سيرج تانك اللي هي التانكات التجميعية اللي هي بنسميها سيرج تانك او بالانس تانك او كومبنسيشن تانك، كلها بنفس المسمى، تمام؟ التانكات التجميعية اللي هي بستخدمها في بعض الانواع الخاصة بالسويمنج بول ومش بستخدمها مثلا في احدى الانواع اللي هي مثلا السكيمر تايب، تمام؟ لكن باقي الانواع اللي هي هنشوفها ان شاء الله في السلايدات اللي جايه هتلاقي لازم يبقى موجود عندي اللي هو السيرج تانك ده، وده بيبقى تانك ممكن يبقى خرساني ممكن مصنع من البلاستيك، وبيوفر كميات من المياه بحيث ان يبدا من خلالها عمليه ايه، بتبدا من خلالها عمليه التريتمنت ان بتسحب منها اللي هي الطلمبات بتاعه الفلتره وبتدخلها بعد كده على المراحل المختلفه سواء كانت بتاعه الفلتريشن او كانت بتاعه التسخين. بعد كده هنتعرف على البول كنترول واللايتنج، ان ازاي بتحكم في حمام السباحة، تحكم في الانارة بتاعته، تمام؟ هنتكلم برضو عن البول اكسسوارز، بعض اللي هي الاكسسوارز اللي هي خاصة بالبول او حمام السباحة زي مثلا اللادر، زي الكوفر نفسه اللي بتحط على حمام السباحة، زي برضو اللي هي الفواصل مثلا في اللي هي حمامات السباحة الاولمبية مثلا، تمام؟ البورد مثلا اللي هي بتستخدم كمنط مثلا لجسم الحمام نفسه، تمام؟ يبقى ده اللي هي مجموعة الاكسسوارز اللي هي بتتوفر مع حمام السباحة. الكلينر مثلا اللي هي المكنسة اللي هي بتعمل شافت للأتربة العلقة في القاع بتاع الحمام، ده كل الاكسسوارز اللي احنا بإذن الله هنتعرف عليها برضو في السلايدات اللي جاية.
بعد كده عندي اللي هو البول ديزاين كونسيدريشن، اللي هي بعض الاعتبارات التصميمية الخاصة بالحمام السباحة، يعني مثلا وليكن اللي هي الاعتبارات الخاصة بالمواد الكيميائية. انا مثلا في حمام السباحة يبقى نسبة الكلور بتبقى فيه قد ايه، درجة البي اتش بتاعتها بتبقى قد ايه، لازم يبقى في التوتال ديسولفد سوليدز او نسبة مواد صلبة في مية الحمام قد ايه، درجة النقاوة بتاعت المية، ان انا مثلا ابص من السطح بتاع جسم الحمام نفسه يبقى اقدر ان انا اشوف مثلا جسم وليكن بابعاد 10 سم في 10 سم، يبقى ده درجة نقاوة بتاعت مية عالية جدا. تمام، انا بحتاجها علشان خاطر بنعمل اختبار زي كده علشان اتأكد ان المية نقية بدرجة عالية جدا. فدي بعض الكونسيدريشن او بعض الاعتبارات اللي احنا بناخدها في الديزاين، وهناخدها باذن الله في بالتفصيل في المحاضرات اللي جايه. بعد كده حاجه اسمها البول ديزاين بروسيدور، او اللي هي العمليه او الخطوات اللي انا بستخدمها علشان اصمم اي حمام سباحه. تمام، في خطوات كده ثابته احنا قسمناها بنقط معينه او بنقط محدده. تمام، وفقا ليها انا بقدر ان انا اصمم اي حمام سباحه موجود باي نوع كان، ما عدا حاجه معينه هنتكلم عنها ان شاء الله في السلايدات اللي جايه، دي بتبقى باي سبيشاليست. تمام، اللي هي الويف بول، او اللي هي حمامات السباحه اللي بيبقى فيها الامواج. انا بقدر ان انا اعمل الانظمه بتاعه الفلتريشن بتاعه المختلفه، لكن باجي عند القصه بتاعه الويف بول او اللي هي صناعه الامواج نفسها في جسم الحمام، فده بيبقى قصه تانية خاصه بيه سبيشاليست داخله فيها اكسبيرمنتال، يبقى هنا بتبقى حاجات بقى تجريبيه، ان هو بيعمل موديل مثلا ويشوف هنا الموديل ده لو اثر بفرصه معينه بيطلع طول الموجه بقد كده، شكل الموجه ازاي، الترتيب بتاع الموجه. تمام، ده كله ده باذن الله هنتعرف عليه، لكن مش هندخل في الديزاين بتاع ايه، بتاع الموجه نفسها بنصممها ازاي او بنشتغلها ازاي. من ناحية التاريخية قلنا ان زي ما قلنا الحمامات السباحة دهيت مش حاجة حديثة العهد، يبقى حاجة دي معروفة من زمان، حاجة من قبل الميلاد، حاجة دهيت معروفة من ايام اليونانيين واللي هم الرومان القدامى ومن ايام الفراعنة. فبيقولك هنا والله ان الانشنت جريكس اند ايجيبشن هاد زير اون passing taps with preliminary water treatment and acceptable open circulation system. يبقى هنا بيستخدم اللي هي ايه، نظام المفتوح في عملية المعالجة بتاعت ايه، بتاعت المية نفسها. فلو بصيت كده هتلاقي ان هم كانوا زمان بيعتمدوا على قصة التغذية بتاعت المياه لمدينة مثلا، واللي هي بتستخدم مثلا المياه دي برضو في الاغراض الخاصة بتشغيل النوافير وتشغيل حمامات السباحة وغيرها، ان هو بينشئ المدينة نفسها في مستوى اوطى من اللي هو ايه، من بحر او نهر قريب منه. تمام، وبعد كده بيعمل ممر، وكنا ذكرنا يعني حاجة اشبه بدي في اللي هي الووتر سبلاي سيستم في الجزء الاولاني، وبيعديه على زي ممر كده او كوبري. تمام، والمية ده هي بعد كده بتوصل بنتيجة الفرق المنسوب دهوت للمدينة بضغط مقبول، يقدر ان هو يشغل من خلاله اللي هي حاجات الديكوريتيف اللي هي الفاونتنز، او يشغل من خلاله اللي هي الباست اللي هي الهوت تابس او اللي هي البولز الموجودة عنده في قصر مثلا، او حمامات عامه مثلا موجوده في الشارع. ده حاجات مثلا زي الصوره دهيت حاجات قديمه جدا من ايام اليونانيين القدامى، وده كان الشكل بتاعه، وما زال يعني المبنى قائم بتاع حمام السباحه حتى الان بالرغم ان هو مر عليه يعني الاف السنين. طيب بعد كده بيقولك هنا ان the need for a pool with good water quality and comfortable condition have always been the target of man for relaxing fun and healthy reason. يبقى هنا دايما كانوا بيحافظوا على ان المية تبقى بشكل جيد بحيث ان هي توفر نوع من المتعة والاسترخاء والصحة لان هم الناس اللي بتستخدم النوع ده من الحمامات. بعد كده قال لك ان pools were incurved into stones or even constructed bricks، يعني هنا الحمامات السباحة نفسها كانت اما بتتشكل في الصخور. تمام، او ان هي كانت بتتبني بنا بقى من الطوب زي ما هي واضحة عندك في الصور.
بعد كده hot water was added and cascades were introduced to enhance the decorative factor. يبقى هنا بيستخدم وسائل في عملية التسخين. طبعا ما كانش فيه يعني مش هيجيب سخان مثلا كهرباء لان ما كانش فيه اصلا كهرباء، تمام؟ فكان بيستخدم اللي هي النار ان هي بيسخن بيها كميات من المية ويبدأ يدفع المية دهيت في الجسم بتاع حمام السباحة، فهنا بيسخن بيها الجسم بتاع او المية بتاعت الحمام، تمام؟ وبعد كده ممكن عن طريق وسائل معينة اللي هي فرع المنسوب مثلا بالشكل ده كده، يبقى هنا ممكن بيعمل شلالات او حاجات مثلا تماثيل ويكون على جسم الحمام نفسه بتطلع مية من بقها مثلا او اي حاجة زي كده من الاشكال الديكوراتيف اللي احنا بنشوفها في الوقت الحالي. كان هم شطار جدا في ان هم يعملوا حاجات زي كده اللي هم اليونانيين. بعد كده incomplete system were always utilized concerning the desired water purification quality and condition. طبعا ما كانش في عندهم سيستم متكامل لعملية التنقية بتاعت المية زي الوقت الحالي، تمام؟ انت دلوقتي بتاخد المية بتدخلها على طلمبات، بتدخلها على فلتريشن، بتدخلها على تسخين، بتدخلها على الاضافات اللي هي بتاعت المواد الكيميائية والكلور وغيرها من المعالجات المختلفة. فهم ما كانش عندهم الاكيوبمنت ديت، لكن كانوا بقدر الامكان بيحافظوا على ان المية دهيت بتبقى بدرجة نقاوة معينة وان هي بيحصل ليها عملية سيركوليشن بشكل تقليدي للمحافظة على ان المية دهيت تبقى بيور او نسبة البيوريفيكيشن بتاعتها بتبقى بتبقى مقبولة. بعد كده until nowadays we have what is called controlled water quality that satisfies the passer and also architectural view with safety regulation being applied. يعني في الوقت الحالي خلاص يبقى في الاكيومنت والامكانيات اللي هي بتجعلني ان انا اخلي جسم الحمام ده بشكل هيلسي، يبقى بشكل ديكوريتيف بشكل جميل جدا من الناحية المعمارية برضو، وفي نفس الوقت بيبقى على درجة مقاوة للمياه ومعالجات مختلفة للحفاظ على صحة الناس اللي بتستخدم جسم الحمام. الأنواع الخاصة بجسم الحمام أو الأنواع الخاصة بحمامات السباحة، يبقى هنا الحمام نفسه يعني الحمامات السباحة أو السويمنج بول دهيت كمعالجات أو كخطوات بتاعت معالجة يعتبر واحد، تمام؟ الانواع المختلفه سواء كان السكيمر تايب، الجاتر تايب، الاوفر فلو، الانفينيتي، الويف تايب، يبقى من ناحيه الفلتريشن يعتبر يعتبر واحده. بتفرق في ان انا هوفر مثلا بالانس تانك او كومبنسيشن تانك ولا لا، لو تانك تجميعي. الحاجه الثانيه الميه نفسها المأخذ بتاعها منين، يعني انا هاخد الميه من جسم الحمام بانه طريقه، تمام؟ فهنا زي ما بنقول كده السومنج بول تايب هي عباره عن السكيمر تايب زي ما انت شايف كده اهو، الانواع المختلفه كل نوع معبرين عنه بصوره كده بتوضح شكل الجسم بتاع الحمام. ده اللي هو النوع الاولاني اللي هو بنسميه السكيمر تايب او اللي هي الحمام السباحه من نوع الكسح. الكسح ده ان هو بيعمل بيعمل كسح مستمر للسطح بتاع الميه بحيث ان لو في impurities او في depress موجود عندك على اللي هي السطح بتاع الحمام، انا عندي مثلا ورق شجر، عندي مثلا غبار او اتربة بتتجمع نتيجة لوزنها الخفيف على السطح بتاع المية، فانا باستمرار بعمل عملية عملية كسح للسطح بتاع المية عن طريق اللي هو السكيمر. السكيمر دي بتبقى فتحات موجودة على الجوانب بتاعة الحمام، وباجي بعمل اللي هو باخد المية عن طريق السكيمر ده بدخلها على طولهم ومنها الى فلاتر، وبعد كده بضيف اللي هي المواد الكيميائية المختلفة وبرجع المية مرة تانية للي هو جسم الحمام عن طريق وول انلتس او مداخل في الحائط بتبقى مقابلة للي هو الفتحات بتاعت السكيمر. ليه مقابلة للفتحات بتاعت السكيمر؟ يبقى عشان تعمل دفع للمية ناحية السكيمر، يبقى عشان تعمل الكسح او تشغل معي اللي هو السكيمر او عملية الكسح بتاعت السطح بشكل بشكل مستمر. النوع الثاني من انواع اللي هي سوينج بول اللي هو بنسميه الجتر تايب، تمام؟ الجتر تايب ان هو بيجي هنا بيروح عامل حاجة اسمها تشانل، تمام؟ بيبقى هنا عامل فتحة كده في الحواف بتاعت الحمام،
تمام، وباستمرار هنا الميه نفسها بتصب عندي في التشانل دهيت، والتشانل في الاخر بتصب على كومبنسيشن تانك، يبقى على تانك كبير تمام او تانك تجميعي، وبعد كده بيبقى عندي طرمبات اللي هي برضو بتسحب من اللي هو التانك، وبتسحب من نقط الدرين او نقط صرف في القاع بتاعه الحمام، وبعد كده بتدخل على عمليات المعالجه المختلفه، وبتدخل عن طريق اللي هي الجوانب بتاعه ايه بتاعه الحمام من فتحات موجوده في الحوائط الخاصه بجسم الحمام نفسه. هنتعرف على كل نوع بالتفصيل ان شاء الله في السلايدات اللي جايه، انا بدي لك بس كده الاوتلاين بتاع كل نوع من الانواع الخاصه بحمامات السباحه. النوع الثالث وده يمكن افضل من اللي هو السكيمر والجاتر تايب من ناحيه اللي هو عمليه الكسح المستمر وعمليه التنظيف المستمره للميه، اللي هو بنسميه الاوفر فلو تايب، ان بتلاقي عندك الميه بشكل مستمر بتصب عندك على الجوانب بتاعه الحمام، بترمي فيه اللي هو الجتر اللي حوالين الجسم بتاع الحمام، وبيبقى فيه نقط معينة اللي هي بيسحب من خلالها تمام، اللي بيسحب من خلالها اللي هي المية وبيرجعها مرة تانية على الكومبنسيشن تانك، وبعد كده بتسحب منها الطلمبات وبتبدأ ترجع لجسم الحمام عن طريق فتحات بقى ايه أرضية تمام. الفتحات الأرضية دي بتعمل على تقليب المية بشكل مستمر، وبالتالي هنا ما بيحصلش ان في مية تركن عندك في جسم الحمام، دايما بيبقى عندك المية بتدخل من تحت وبعد كده بتخرج من الأعلى، وبالتالي هنا بيبقى التقليب او الميكسنج هنا بتحصل بشكل مستمر داخل ايه داخل جسم الحمام. الحاجة التانية الاوفر فلو بيبقى شكل الجمالي بيبقى احلى بكتير من اللي هو الجتر والسكيمر، فكتير من الاحيان المعماري بيفضل النوع ده من اللي هو حمامات السباحة. الاجمل من ده بقى حاجة اسمها انفينيتي بول بقى. الانفينيتي بول ده ان انت بتبقى في جسم الحمام نفسه ومش شايف الحافة بتاعت الحمام، يبقى هنا بتلاقي عندك الانفينيتي بول هو عبارة عن حمام سباحة بس مخفي منه ايدج اور مور، يبقى هنا مخفي منه حافة او اكتر من الحواف بتاعت الايه بتاعت جسم الحمام نفسه. ده نتيجة ان هو عامل ايه عامل زي كده حاجة اسمها اشبه بالووتر فول، يبقى اشبه بيه اللي هي مساقط الميه، فالسيكنس بتاعت الميه دهيت لما بتسقط على الحواف دهيت بتداري ايه الباوندري بتاعت الحافه، فلما بتعمل حاجه اشبه بيه اللي هي حاجه اشبه بيه اللي هي الانفينيتي بول، ان انت مش بتلاقي حد او ليميت معين كده لسطح الميه، بتبقى شكلها اجمل بكتير في اللي هي الحاجات العاليه اللي هي في ادوار عاليه مثلا، وبيعمل اللي هي الانفينيتي بول، فتلاقي نفسك كده قصاد ايه مع السماء على طول كده تمام، ما بتشوفش اي حافه من الحواف بتاعه الجسم بتاعه الحمام، فبتدي منظر جمالي احلى بكتير طبعا من انواع السابقه اللي احنا ايه اتكلمنا عنها. اخر نوع اللي هو الويف بول او اللي هي حمامات السباحة اللي بيبقى فيها ماكينات او وسيلة لانشاء موجة تمام، فهنا دي بتمثل او يعني بتدي لك احساس ان انت جوه بحر، مش جوه ايه مش جوه حمام سباحة عادي، لا انت جوه البحر وفي موجة جاية عليك وبارتفاع بارتفاع معين او ارتفاع بتقدر تتحكم فيه عن طريق الويف ماشين او اللي هي الماكينة بتاع توليد الموجات دهيت، فبتلاقي طبعا بتدي متعة كبيرة جدا في الحمامات اللي هي ايه خاصة بالامواج، وان في بعض الحمامات اللي هي بتقدر انك تركب مثلا اللي هي تركب اللي هي الزلاجة اللي هي بتبقى على المية، فبتدي لك احساس عالي جدا ان انت في بحر مش في حمام سباحة عادي. ده اللي هو السكيمر تايب. بنبدأ هنا بقى نفصل كل تايب من التايبس اللي احنا ذكرناها بتاعت حمامات السباحة، ايه مكوناتها والاوتلاينز بتاعتها والاعتبارات الخاصة بيها تمام. فهنا قالك ان السكيمر تايب هنا ده closed circuit filtration process is being used through the five type، يبقى الانواع السابقه او اللي هي احنا ذكرنا خمس انواع تمام، سواء كان الجتر او اوفر فلو او الانفينيتي او الويف تايب بيبقى كلها فيها تانك
تمام. المخرج بتاع الميه بيرمي على التانك، وبعد كده الطلمبه بتسحب وبتودي على اللي هي وسائل المعالجه المختلفه. النوع الوحيد اللي ما فيهوش تانك اللي هو السكيمر تايب، او اللي هو نوع السكيمر، تمام. فهنا بيبقى بياخد من السكيمر على طول على الطلمبه، ومنها بيودي على ايه، على الفلتره، وبيرجع مره تانية لجسم الحمام. فده يعتبر كلوزد لوب، او اللي هو لوبه مقفوله. This type is named after skimmer which skim water surface. يبقى هنا سموه skimmer لان هو بيعمل كسح مستمر لمين؟ للسطح بتاع الميه. This type utilizes skimmer, bottom drain and wall inlet to circulate the water. يبقى هنا اللي بيحصل ايه؟ ان اللي بيحصل ان انت بتاخد الميه عندك من مخرجين. المخرج الاولاني بتاخده من السكيمر، تمام، اللي هو جسم السكيمر، ده هو السكيمر اللي هو بيركب عندك في الجوانب بتاعت الحمام، اللي بيظهر عندك في الجسم بتاع الحمام، او لو انت جوه الحمام نفسه بيظهر عندك بس الفتحه دي، لكن ليك ماله، ده هو الجسم بتاعه، تمام. ادي الجسم بتاعه بيبقى هنا ظاهر على اللي هي الرصيف بتاع الحمام نفسه، تمام. بيبقى عندك الكفر اللي هو بتاكسسه، لان بيبقى فيه سترينر او باسكت، تمام. الباسكت ده بيحجز معاه بقى ايه، ورق شجر، بيحجز معاه تراب الكبير علشان خاطر ما يدخلش على الطلمبه ويأثر على الامبلر بتاعت ايه، بتاعت الطلمبه بتاعت الفلتريشن، تمام. بيبقى فيه حاجه اسمها وير هنا، تمام. الوير ده بيبقى زي فلابر كده او بوابه، دي برضو هنا بتخلي الميه ان هي تعدي بشكل سلس جوه اللي هو السكيمر، والميه نفسها مش بتملى الفتحه بشكل كامل، لا ده بتملى يا دوب من نص الى تلتين الفتحه بتاعت السكيمر. طيب هنا قال لك ان يوزد ويز بول ويز ماكسيمم ويدث كام؟ 6 متر. يبقى هنا دايما احنا بنستخدم النوع ده من السكيمر مع الحمامات السباحه الصغيره، تمام. يبقى حمامات السباحه الصغيره اللي عرضها يعني ما يزيدش عن 6 متر او لحد 6 متر، يبقى هنا بنستخدم النوع ده من عمليات المعالجه اللي هي بنسميها السكيمر تايب. الحاجه الثانيه، السكيمر تايب ده يعتبر هو ارخص الانواع من ناحيه الكوست نفسها او التكلفه، مقارنة بباقي الأنواع بتاعت حمامات السباحة. فهنا بنشوف البادجت بتاع المشروع قد إيه، وبعد كده بنشوف الحمام السباحة ده نفسه هل هو صغير ولا كبير، وعلى أساسه بنحدد إذا كنا هنستخدم النوع ده من الحمامات السباحة اللي هو السكيمر تايب أو ما نستخدمهش. هنا a free board is left for the variation of water level where water is about half to two-thirds of the skimmer opening. يبقى هنا بتبقى زي ما بقولك كده المية مش بتملى الفتحة بشكل كامل، لا بتبقى من النص لتقريبا ايه، للي هي تلتين الفتحة بتاعت السكيمر. علشان برضو يعني ايه نكسر الملل شوية كده بتاع الكلام النظري، ونشوف مع بعض كده فيديو مبسط جدا للقصة بتاعت السكيمر. Surely you have been in a swimming pool more than once, and you have enjoyed the refreshing sensation of swimming and diving. Have you ever asked yourself how the water is kept crystal clean? In this short video, we will show you how all swimming pools have a filtration system to keep the water clean. This system makes the water recirculate in our swimming pool, making it pass through a series of pre-filters and a main filter, which retains the biggest leaves as well as the smaller particles of dust that fall in the water. The main parts of the filtration system are as follows. Skimmer. هذا السكيمر. واللي تحت ده اسمه main drain او drain. ودي اللي هي المداخل بتاع جسم الحمام نفسها، اللي هي بنسميها الوول انلت. ودي اللي هي اوضه الترومبات بقى، من ابسط الصور اللي فيها ان هي ترومبه مثلا وفلتر، لكن طبعا بيبقى فيه وحدات كيميائيه بتاعت الدوزنج بتاعت الكلور والبي اتش وغيرها. ستوب كوكس. ستوب كوك ده اللي هو الفالف يعني فالف التحكم. is pushed towards the skimmer which is placed at water level on the opposite side of the jet nozzles. There is a basket inside the skimmer. هيدخل بقى جوه السكيمر اهو. يدخل بقى على ايه، الباسكت ده بيبدا يحجز معاه اللي هي المواد الصلبه اللي ممكن تاثر على الامبلر بتاع الطلمبه. From the drain and the skimmer the water travels through the piping where it reaches a second basket
بيدخل على مرحلة تانية من التنقية اللي هي بنسميها بري فلتر أو اللي هو الاسترينر بتاع الترومبا. In this second basket, smaller objects such as hair, small leaves and grass that have passed through the first basket are retained. The propeller of the pump moves the water towards the main filter. And it is this that generates the pressure خلاص من الترومبا بتدخل على اللي هي الفلتر. And the drain is regulated by the valves and pushed by the pump to the top part of the filter. The pumped water passes through the selector valve, which, depending on its position, allows us to choose the filter function. Inside the main filter, there is a filter bed made of sand or glass grains that retains the smaller particles that come from the pool. Once the water has gone through the filter bed, it leaves behind all dust, pollen, or any solid particles. Depending on the kind of filter media, we will achieve a better performance. Glass promotes a lower water and energy consumption during the whole process. المية تخرج تبدأ تدخل على جسم الحمام مرة ثانية. Returns to the pool through the return piping that ends in the jet nozzles, which can be found on the opposite side of our pool skimmer. This cycle of recirculating and filtration of the water. تاخد بالك الفتحات بتبقى مقابلة للسكيمر علشان تدفع المية. شايف المية بتتحرك ازاي؟ يبقى دايما بيدفعها اللي هو ناحية السكيمر علشان بيعمل كاسح بشكل مستمر للمية او للسطح بتاع المية بشكل دائم. طيب هنا بعد كده بيوضح لي برضو اللي هي الاوبريشن ثيوري او اللي هي التشغيل بتاع النوع ده من السومينج بول. هلا قال لك هنا water is being drawn or sucked from skimmer at certain location in pool when the direction is taken into consideration. يبقى هنا بياخد في الاعتبار الراجل السبيشاليست او اللي بينفذ بقى حمام السباحه نفسه تمام اللي هي قصه الويند اتجاه الرياح فين علشان خاطر يبدا هنا يوجه اللي هي الفتحات بتاعه الدخول اللي هي في جسم الحمام ناحيه ايه ناحيه اللي هي السكيمر وياخد في اعتباره اللي هي اتجاه الرياح بحيث ان هي ما تعملش انعكاس للي هي حركه المياه ده. ويه بعد كده and also from main drain. يبقى هنا خد بالك ان هو في عمليات السحب اللي هي خاصة بالترومبا زي ما برضو شفنا في الفيديو بيسحب من نقطتين, بيسحب من السكيمر تمام اللي هي الوحدة اللي من فوق وبيسحب من اللي هي نقطة الدرين اللي موجودة عندي في قاع بتاع ايه بتاع جسم الحمام. طيب النسبة بتاعتها قد ايه؟ يبقى وفقا اللي هي الريكومنديشن بتاعت المانيفاكتشرر ان هو بيسحب 25% من كمية المية بتاعت الفلترة من السكيمر و 75% منها بيسحبها عن طريق اللي هو المين درين. ده ليه؟ ده علشان خاطر لو هو ما عملش عملية السحب من القاع بتاعت الجسم بتاع الحمام هيفضل بس عملية الكسح من اللي هو السطح بتاع جسم الحمام. طيب المية اللي تحت اللي هي عند القاع هتركن, تبدأ تكون عندك طحالب, تبدا هنا نسبه اللي هي المواد الكيميائيه فيها هتبقى عاليه, تبدا هنا الجسم الحمام نفسه يتلون يبقى ايه لون اخضر نتيجه لتكون الطحالب وغيرها. طيب تجنبا للقصه دهيت وان انا بشكل مستمر اعمل فلتره بشكل كامل لجسم الحمام يبقى لازم اسحب من فوق ومن تحت, يبقى لازم اسحب من الجسم بتاع السكيمر والحاجه الثانيه لازم اسحب من المين درين من تحت بنسب زي ما قلت لك ما بين ايه ربع الى ثلاث ارباع, ربع للسكيمر والثلاث ارباع اللي هي كميه الميه الخاصه بالفلتره عن طريق اللي هو المين درينز او اللي هي الدرينز الموجود عندي في البول بوتوم. طب and also from main drain pool deepest point and then return to pool through wall inlet. يبقى هنا بيتم ايه الادخال بتاعه الميه بعد ما عملت عمليه المعالجه والتسخين وغيرها عن طريق اللي هي فتحات في الجوانب بتاعه الحمام وبتبقى مقابله لمين اللي هي السكيمر علشان خاطر بشكل مستمر تبدا هنا تعمل كسح لسطح بتاع الميه. and that upon passing through the treatment plant. يبقى هنا بالميه خلاص اللي بسحبها من السكيمر ومن المين درين بدخلها على ايه زي ما قلت لك اللي هي وحدات بتاعه الفلتره ووحدات المعالجه المختلفه. ده مقطع كده خدناه في السكيمر. فتبص تلاقي عندك كده اهو الميه بالشكل ده, بيبقى هنا فيه اللي هو الوير او الفلابر ده البوابه ديت والميه بتدخل من هنا بتبدا تدخل على
تبدأ تدخل على اللي هي الباسكت اللي بيحجز بقى اللي هي أوراق الشجر والتبريس المختلفة، وبعد كده بيدخل على الفتحة الخاصة بالتوصيل على جسم الحمام. دايما الاسكيمر هتلاقي فيه فتحتين، في فتحة اللي هي بتوصل على الطلمبة بتاعت الفلترة، وفي فتحة تانية هنشوف ان هي بتتوصل على فين في السلايدات اللي جاية. ده برضو شرح لي الاسكيمر، وده هتلاقي معلومات كتير جدا ذكرت فيه الاسبي بابليك سويمنج بول، يبقى كود خاص بالسويمنج بول او حمامات السباحة هتلاقي فيه خاص بالاسبي، وده الاديشن بتاعه. وكمان بنستخدم برضو الكتالوج بتاع استرا بول علشان خاطر نكمل بيه اللي هي باقي الداتا او ايضاح الداتا بشكل اكبر. فتبص تلاقي عندك ايه هنا، ده هو الاسكيمر بالشكل ده، ده الفتحة اللي هي بتشوفها عندنا في جسم الحمام، وده اللي هو ريموفابل كفر علشان خاطر من خلاله اكسس اللي هو الباسكت الموجود عندي، بشيله وبنضفه وبعد كده ارجعه مرة تانية. طيب بعد كده زي ما قلت لك بيبقى هنا في فتحتين في السكيمر، في فتحة بتتوصل على البامب سكشن، بتوصل على السحب بتاع الطلمبة، وفي فتحة تانية. الفتحة التانية دهيت ليها اكتر من اوبشن. الاوبشن الاولاني ان هي بتتوصل على فيتنج بنسميه ايكولايزر فيتنج، تمام. الاوبشن التاني ان هي تتوصل على المين درين، والاوبشن التالت ان هي تطبب الفتحة دي خالص وبتستخدمهاش، تمام. هنشوفها في السلايدز اللي جاية بإذن الله، ونشرح كل اوبشن من دول وايه الفايدة بتاعت كل واحد من دول، ليه كانوا بيعملوا ده وليه كانوا بيعملوا ده، يبقى على حسب الاستخدام نفسه بتاع ايه بتاع الاسكيمر. ده اللي هي الثلاث حالات اللي هي بتاعت الاسكيمر. زي ما قلت لك ان بيبقى فيه فتحتين في الاسكيمر، فتحة بتبقى متوصلة على الطلمبة في كل الحالات، وفي فتحة تانية، تمام، اما ان هي بتتوصل على المين درين، يبقى بتتوصل على اللي هي نقطة الصرف اللي هي خاصة بجسم الحمام من تحت، او ان هي بتتوصل على نقطة المعادلة او اللي هي الوصلة بتاعت المعادلة، او الحالة التالتة انك بتطبب ايه اللي هي الوصلة دي تماما ما تستخدمهاش، تمام. النوع ده اللي هو بنسميه الكومباينيشن او كومبو المين درين او كومبو سكيمر، تمام، اسمه كومباينيشن سكيمر. النوع ده اسمه ايكوالايزر سكيمر. النوع الثالث ده اسمه كومن ايه كومن سكيمر، اللي هو بيستخدم في الغالب في معظم الحمامات السباحه في الوقت الحالي بيستخدم النوع ده، تمام. اللي بيحصل ايه، اللي بيحصل هنا ان هو واخد في الوصله الثانيه او الفتحه الثانيه موصله على المين درين، ده نتيجه لان لو حصل ان مستوى الميه قل عندك في جسم الحمام قل عن الفتحه بتاعت السكيمر، يبقى هنا هيحصل ايه، هيحصل ان السكيمر ده يبدا يسحب هواء. طب عشان يمنع القصه دهيت يبقى لازم يبقى عند السكيمر ده على طول في ميه، يبقى على طول يبقى ايه ما يشتغلش اندر دراي او ما يشتغلش ابدا هواء. يبدا هنا عن طريق المين درين دوت ان هو يبدا يسحب ميه ويبدا يدخل على الطلمبه. ليه؟ لان هو لو عمل سحب للهواء يبدا هنا الهواء دوت بيكون فقاعات جوه الميه اللي بتروح على الطلمبه، وبالتالي هنا فرص ان يحصل لها كافيتيشن بتبقى عاليه جدا. فكانوا بيلجوا للوسيله دهيت ان هو يوصل الفتحه الثانيه على المين درين علشان يضمن باستمرار ان تبقى الطلمبة بتشتغل في الويت تايب. طيب الحالة التانية اللي هي بيستخدم برضو اللي هو الايكولايزر لاين، برضو بنفس الغرض، بس هنا بيوصله بفتحة في جسم الحمام، تمام، اللي هي الفتحة دي بتبقى على مسافة تقريبا 18 انش او ما يعادل 45 سنتي من الجريد بتاع السويمنج بول، تمام. والفتحة ده هي بتبدأ تشتغل في حالة ان نقص عندي برضو المستوى بتاع المية عن الفتحة بتاعت السكيمر. فبرضو هنا الهدف منها ان تخلي الفتحة ده هي تبدأ هي تسحب مية في حالة ان مستوى المية مثلا اقل عن الفتحة بتاعت السكيمر، فيبدأ هنا ده يدخل مية على ايه على السكيمر ويودي على الطلمبة برضو عشان يحافظ على ان ايه الطلمبة ما تشتغلش ايه ما تشتغلش او ما يدخلش ليها هواء باي حال من الاحوال. طيب الحالة الثالثة ان هو خلاص بقى هيلغي بقى الوصلة دهيت تماما، ان هو هيطبب الفتحة دهيت ويدوب بس هيستخدم الوصلة بتاعت ايه بتاعت اللي هي الطلمبة دهيت. طبعا الوسيلة اللي هي الكومون خلاص، لان هو بياخد الوصلة بتاعت المين درين، تمام، بياخد وصلة من المين درين او اللي هي نقطة الصرف الموجودة عندنا في جسم الحمام، فدايما دايما بتبقى عند الطلمبة بيبقى ايه بتبقى
flooded يبقى دايما بتبقى مليانة مية، فما فيش فرصة ان هي يحصل فيها ايه تكون للفقاعات بتاعة الهواء، او ما يحصلش ان هي تشتغل under dry condition باي حال من الاحوال. فده التلات، دول التلاتة طيب، ودول التلات حاجات اللي هي ذكرت. يمكن اللي ذكر في الاس بي تمام بشكل مفصل اللي هو الجزء بتاع الايكوالايزر لاين ده تمام. باقي المصنعين اما ان هو بيستخدم اللي هو النوع الكومن، او بيستخدم اللي هو النوع الكومباينيشن من درين. طيب انا بالنسبه لي افضل مين؟ طبعا انا افضل اللي هو النوع بتاع الايكولايزر ده. ليه؟ لان هو يعني في اي حال من الاحوال بيبدا هنا يحصل ايه، لو حصل ان مستوى المايه قل عن الفتحه بتاعه السكيمر، يبقى هنا يضمن باستمرار ان هو هيبدا برضو يسحب من المايه من مستويات قليله جوه جسم الحمام، وبالتالي هنا بيحافظ بشكل مستمر ان ما فيش اي هواء يدخل على الطولمبه، وبالتالي بيحافظ على فتره العمر بتاعها من ظاهره الكافيتيشن. ده شكل الاسكيماتيك بتاع اللي هو السكيمر تايب. لو فهمت الاسكيماتيك ده تقدر انك تنفذه على البلان، تقدر انك تنفذه في الحقيقة بشكل يسير جدا تمام. القصة كلها ده هو جسم الحمام بالشكل ده كده تمام. جسم الحمام ممكن يبقى فيه ميول، وممكن يبقى الارضية فلات، بس هنا بيبقى مميل برضو الارضية بشكل معين ناحية اللي هي نقطة الدرين، او ناحية اللي هي نقطة الصرف. فلازم يبقى فيه ميول في الارضية بتاعت حمام السباحة، علشان ما فيش اي مية تتجمع ساعة ما بعمل صيانة مثلا لجسم الحمام، او بغير المية المتواجدة فيه. البداية بتبدأ هنا من السكيمر، لو انت شايف كده اهو، ده اللي هو السكيمر او فتحة السكيمر اللي بتبقى موجودة عندك في الجوانب بتاعت الحمام. بعد كده بيخرج اللي هي الفتحة اللي بتتوصل على الطولمبة، هذا هو السكيمر لاين تمام. بتدخل على السكشن بتاع الفلتريشن بامب او السيركوليشن بامب تمام. يبقى فلتر بامب هي نفسها السيركوليشن بامب، ما فيهاش اي فرق يعني. وبيسحب خط تاني من اللي هو المين درين، وبيوصله على السكشن بتاع الطولمبة برضو، عشان يضمن بشكل مستمر ان ايه دايما المية بتتعالج من فوق ومن تحت، ما فيش اي نقط راكده في اللي هي المية، ويضمن بشكل مستمر برضو ان الطولمبة تشتغل عندي ان ويت كونديشن يبقى بشكل مستمر. بتلاقي في لاين تالت اللي هو بنسميه الفاكيوم لاين او خط السحب. الفاكيوم لاين ده بيبقى فيه بورت كده او فتحه موجوده عندنا في جانب من جوانب الحمام، وده اللي هو بيتوصل بيه الخرطوم الخاص بالمكنسه اللي هي بتنظف القاع بتاع الحمام. بيجي الراجل بيبدا هنا يوصل المكنسه في الفاكيوم فيتنج ديت، وبعد كده بيبدا هنا ينظف من خلالها الجسم بتاع الحمام. بعد كده الطولمبه لما بتسحب من اللي هو الخط بتاع السكيمر والخط بتاع المين درين، يبدا الطرد بتاعه. هنا طبعا بيبقى فيه اللي هو بري فلتر او الباسكت قبل ما بيدخل على الامبلر بتاع الطولمبه. الخط بتاع الطرد ده بيبدا هنا يدخل على اللي هو السند فلتر او المالتي ميديا فلتر، وبعد كده الخارج بتاع الفلتر ده بيبدأ يدخل على الوسيلة التسخين، سواء كان بقى التسخين عن طريق طاقة شمسية او طاقة كهربية او الغاز او غيرها من السخانات اللي احنا يعني تعرضنا لها في الجزء بتاع الووتر سبلاي سيستم تمام. وبعد كده طبعا بيبقى هنا عامل الخط بتاع التسخين وخط تاني باي باس، علشان خاطر لو انا في فصل الصيف خلاص انا مش هسخن، يبقى هنا ايه المية هتعدي مباشرة. وفي بعض البلاد الحارة لو كان عندي الحمام السباحة ده او الدور، فبالتالي هنا بلجأ لوسيلة تبريد بقى مش تسخين تمام. وبعد كده بيعدي اللي هي المية دهيت، اما ان هي بيعديها على ايونايزر او بيعديها على يو في تمام. اليو في اللي هو الالترا فايلوت، عشان خاطر يقتل اي بكتيريا مكونه في الميه. الايونايزر ده بيبقى عباره عن جهاز بيعمل على توليد ايونات من الكبر من النحاس ومن الفضه تمام. الكبر بيبقى مسؤول على ان هو يقتل الطحالب او ان هو يمنع تكون الطحالب، واللي هي الايونات بتاعه الفضه ده هي بتبقى وسيله للتخلص من البكتيريا في المية تمام. فسواء كنت بتركب ايونايزر او بتركب وحدة يو في، وده بنركبها في الحمامات اللي هي البابليك اللي هي بيبقى فيها اعداد كبيرة من الناس، او الحمامات برضو الخاصة بالاطفال، فدي علشان خاطر ايه نقتل بيها البكتيريا ونمنع انتقالها من شخص للتاني. بعد كده بيبقى فيه وحدات اللي هي خاصة بالدوزنج، ان هي بتبدأ تضخ مواد كيميائية علشان تظبط نسبة اللي هي الفري كلوراين
او اللي هي نسبة الكلور الموجودة عندي في مية الحمام. الكلور ده طبعا بيساعد بشكل كبير جدا ان هو يقتل البكتيريا الموجودة عندي في جسم الحمام، تمام، زي ما هو بيقتل البكتيريا في مية الشرب اللي احنا بنشربها، تمام. فاحنا بنستخدم برضو الدوزنج او كلوراين دوزنج او كلوراين فيدر ان احنا بنحافظ بشكل مستمر على نسبة من الكلور في مية الحمام. وبعد كده بيبقى في وسيلة تانية اللي هي بنسميها البي اتش او اللي هي الاسيد فيدر. الاسيد فيدر او اللي هي بتضخ احماض علشان خاطر تظبط درجة البي اتش بتاعتي، زي ما اتفقنا قبل كده في الووتر سبلاي سيستم ان درجة البي اتش بتاعت المية باي حال من الاحوال بتندرج ما بين 0 الى 14. انا بحب اوصل دايما للحالة اللي هي الايديال بالنسبة للجسم بتاع الحمام او الحمامات السباحة اللي هي بتبقى ما بين 7.6 الى 7.8، ده اللي هي درجة البي اتش اللي لازم تبقى موجودة عند في الحمام. بعد كده المية خلاص ده اخر مرحلة اللي هي عملية الدوزنج بتاعت المواد الكيميائية، بتبدأ خلاص بترجع مرة تانية لجسم الحمام بعد ما عملنا عمليات التريتمنت المختلفة، عمليات الفلترة، عمليات اللي هي تثبيت المواد او الكيماويات الموجودة عندنا في المية ودرجة البي اتش. ببدأ هنا ادخلها عن طريق اللي هي الوول انلتس او اللي هي الفتحات الجانبية، واللي لازم تبقى مقابلة عندي ليه اللي هو السكيمر علشان خاطر تعمل كسح مستمر للسطح بتاع المية. بإذن الله نكتفي بهذا القدر يعني، ونحاول بقدر الإمكان إن شاء الله يعني المحاضرة اللي جاية نشرح باقي الأنواع الخاصة بي اللي هي البولز المختلفة، وكل نوع من الأنواع ده هي يعني الأوبشنز المختلفة بتاعته والكومبوننت المختلفة الخاصة بي تكوينه والسكيماتيك لكل طيب من الطيبس اللي هي بتاعت السومينج بول ديت. معلش اذا كنت طولت عليكم في المحاضرة دهيت، وبإذن الله نتقابل في محاضرات تانية كتير خاصة بالسومينج بولز وخاصة بي اللي هي الووتر فيتشرز والديزاين الخاص بيها. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.